أحبائي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج إنجيل الله في هذا البرنامج نتعلم معا الإنجيل ومحتوياته العظيمة كما شرحه الرسول بولس في رسالة روميا أحبائي أوجه دعوة لكل أحباء المشاهدين إذا كان لديكم أي استفسار من جهة ما نطرحه من حقائق في هذا البرنامج أرجو أن ترسلوا إلينا على العنوان الإيميل الذي يظهر أمامكم على الشاشة في هذه الحلقة سنواصل التعلم من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى روميا في الحلقة السابقة توقفنا عند الطرح في غاية الأهمية طرحه الرسول بولس عندما تكلم عن إبراهيم وداود وناقش الحالتين بتوعهم علشان يثبت شيء في غاية الأهمية الا وهو ان كل من ابراهيم وداود حصل على البر بالايمان بدون اعمال ابراهيم تبرر امام الله من مجرد نعمه الله امن بالله فحسب له برا داود نقلت عنه خطيته دون ان يعمل عملا لكن بقلب منكسر وبثقه وايمان فالله حصل على الستر وحصل على الصفح وحصل على نقل الخطيه او ما نختبره نحن الان الغفران والتبرير. اذا كانت قضيه بولس الرئيسيه هي انه هناك بر يحسب للانسان بدون اعمال. انا بسميه كما قراتم عنوان هذه الحلقه بسميه البر للعاجزين. البر للعاجزين. تعالوا نكمل مع بعض القراءة إيه اللي بيعلمه لنا الرسول في أصحاح أربعة وابتداء من العدد التاسع يقول الرسول بولس أفا هذا التطويب تطويب اللي قاله في العدد السابق طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية يا بخته يا سعدته يا هناء الإنسان اللي الرب يرضى عليه وما يحسبلوش خطية اللي هو تبرر عند الله بيقول أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا؟ بيسأل سؤال يا ترى اللي بيتطوب ده المختونين بس ولا كمان غير المختونين؟ بيكمل وبيقول: لأننا نقول أنه حسب لإبراهيم الإيمان برا فكيف حسب؟ او هو في الختان أم في الغرلة؟ يجيب ليس في الختان بل في الغرلات واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرله ليكون ابا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرله كي يحسب لهم ايضا البر وابا للختان الذين ليسوا من الختان فقط بل ايضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغر. أحبائي أعتقد إن في بعض المفردات اللي تحتاج مننا تعريف في الأول علشان ننطلق ونسترسل في المعاني الجميلة في هذه العبارات اللي قريناها. إيه هو الختان؟ وإيه هي الغرلة؟ وإيه التركيز على الكلمة دي لدرجة إنه بيقسم الناس ويسمي الناس اسمين، في ناس اسمهم الختان وناس اسمهم الغر الختان ببساطة شديدة نحن نعرفه اللي هو عملية قطع جزء من غرلة الرجل وبدأت في سفر التكوين أصحاح 17 كان إبراهيم عمره 99 سنة ظهر له الرب وواضح أن كان في عتاب واضح أن كان في انقطاع للشركة بين الله وإبراهيم لمدة 13 سنة كان آخر مرة ظهر له كان عمره 86 المرة دي كان عمره 99 سنة وكان في الفترة دي إبراهيم اتخذ قراراً خاطئاً عندما ارتبط بهاجر انقطعت الشركة وظهر له الرب وأول ما ظهر له قال له إبراهيم إبراهيم أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملاً فسقط أبرام على وجهه كان هذا السقوط يقول الكثير. كان يعني انكسار القلب. كان يعني الشعور بالخطا. كانت رساله من ابراهيم وهو ساقط تخرج كصرخات عاليه او صرخات مكتئب او صرخات نادم بتقول لله عن الخطا. انا ما صبرتش. انا اتكلت على قدرتي. انا اخطات. لكن الرب في نعمته لا ينتظر الكثير من الكلام من الشخص المخطئ. كل اللي عايزه الرب ان نعرف فقط اننا اخطانا ونعبر عن هذا الخطا باي عباره بدموع بدون كلام ولا دموع باي طريقه. عبر ابرام عن اعترافه بالخطا بان سقط على وجهه امام الله. كانت النتيجه ان الرب قبل هذا الاعتراف، قبل هذا الانكسار وسامح ابراهيم وأكد أنه لم يخسر البر الذي أخذه من 13 سنة إلا أخذه وهو في الغرلة واداله علامة على هذا القبول بأنه قطع عهد معه وكانت علامة العهد هي الختان إذا إبراهيم ختن وعمره 99 سنة وأخذ الختان كعلامة أن البر الذي حصل عليه أمام الله في تكوين 15 عندما آمن بالرب فحسب له برا هذا البر لم يخسره بسبب هذا الخطأ وأخذ الختان علامة على هذا البر يأتي السؤال ما معنى العلامة دي بالذات اختارها الله إنها تكون علامة عدم ضياع البر الذي حصل عليه في تكوين 15 الحقيقة العلامة دي مهمة أوي ويلزمنا إن احنا نعرف معناها مشكلة إبراهيم أنه الرب عرض عليه الـ الـ الوعد الإلهي إبراهيم هخلي نسلك كنجوم السماء هو صدق ربنا صدق ربنا لمجرد أن ربنا قال وحسب له هذا التصديق حسب له هذا الإيمان بر كان إيه الوعد الوعد أنك إبراهيم هتجيب نسل وهتجيب نسل في الوقت اللي انا هديه لك رغم انك انت عمرك 86 سنه ومراتك عمرها 76 سنه، يعني في عجز ما تقدروش تجيبه، لكن انا أخلي نسلك كنجوم السماء. يبقى سد الله رغم شعوره بالعجز. لكن اللي حصل بعد كده في اصحاح 16 ان الرب اتقن عليهم شويه، فصار قالت له ادخل على جاريتي واعطني منها نسل انا عاجزه لكن انت غير عاجز انت تقدر ابراهيم عجبته الفكره واثبت انه يقدر وانجب نسلا فعلا لكن نسل بيسميه الكتاب بحسب الجسد اذن القدره البشريه انتجت نسلا بحسب الجسد كان الرب ينتظر على إبراهيم أن يفقد القدرة تماما لكي لا يكون له أي افتخار أمام الله ويعطيه ناس وساعتها الناس اللي يجي بدون القدرة البشرية لم كان جسده مماتا هكذا يقول الكتاب لما جاب إسحاق ومستودع سارة مات بيقول مستودع سارة كان الله ينتظر إن عدام القدرة تماما في الطرفين لكي يأتي الناس الروحي عندما انجب نسلا بقدرته سمي هذا النسل نسل جسدي وجه في يوم من الايام وربنا قال له اطرد الجاريه مع ابنه النسل ده ما ينفعنيش فكره غريبه وعجيبه وليها علاقه بموضوع الختان ابقى مع عزيز المشاهد لكي نستكمل بعد هذا الفاصل فكرك عزيز المشاهد لو عندك اي استفسار في اللي احنا بنقوله ارجوك انك تتواصل معنا وترسل لنا. اعود واستكمل ابراهيم اخذ وعد من الله انه يكون عنده نسل. كان الرب ينتظر انعدام القدره والشعور الكامل بالعجز والاعتراف به ميت يبقى جسمه ميت ما يقدرش. ابراهيم كان لسه ما نقدرش ما. نقول انه مات تماما، ساره كانت في في عداد الموت ما تقدرش تنجب اطلاقا عشان كده ابراهيم تسرع وتصرف مستخدما قدرته الجسديه آه لما انجب الناس جه في يوم من الايام الرب قال له ده نسل بحسب الجسد مش انا اللي مديهولك طب انت عايز مني ايه يا رب عايزك بقى تعترف انك غلط انا غلط وسقط على وجهه قال له لا ما يكفيش الشعور عايز علامه على الشعور بالعجز والحكم القاسي على القدره البشريه بالقطع لان القدره البشريه لن تاتي الا بكل ما هو جسدي وكانت العلامه التي ترسل هذه الرساله هي الختان فالختان حكم بالقطع على كل ما يرمز للقدره البشريه على انجاب الناس بحيث انه في النهايه ياتي النسل بسبب واحد وحيد انه من الله. هذه رساله مهمه احبائي، معنى الختان هنا له مغزى عميق للغايه. اذا اردنا ان نحصل على البر من الله ينبغي ان نصل الى القناعه ان القدره البشريه مرفوضه تماما. يقول الرسول في افسس 2 8: ليس من اعمال. كي لا يفتخر احد. انا اعتقد انه اذا ابراهيم حط قدامه اسحاق واسماعيل يقدر يبص على اسماعيل ويشعر بالفخر. يقدر يبص على اسحاق ويشعر بالعجز. عندما انجب اسماعيل كان مجيئه برهانا للقدره البشريه. عندما انجب اسحاق كان برهانا للقدره الالهيه. عزيزي المشاهد انت تشتاق ان تحصل على بر الله رضا الله لكني اسالك سؤال هل تريد ان تبررك امام الله يكون علامه وبرهانا على قدرتك الذاتيه في ان تعمل صالحا وحسنا فتكتسب البر كنتيجه لما عملت يداك ام تريد ان البر يكون برهانا على النعمه الالهيه القدره الالهيه ان الله هو الذي يعطيك في الواقع هذا هو مفهوم الختان وهذا هو الـ الـ الرمز الذي يريد ان يشرحه لنا الكتاب من وراء ممارسه هذه العمليه عندما حصل ابراهيم على الختان كان كعلامه انه البر الذي اخذه بالايمان لم يخسره وايضا ان الله قبل توبته واعترافه بقلب مكسور وعبر عن انكسار القلب بهذا القطع وتخاله شيخ عنده 99 سنه يمارس عمليه الختان يعني يا رب اعلن عجز الكم الكلام ده حصل في تكوين 17، تكوين 18 بعديها بايام قليله الرب زاره وقال له نحو زمان الحياه ارجع ويكون لساره ابن هتقدر تجيب بس الابن بقى اللي هيجي من ساره ده النسل الروحي صوره للبر الالهي اللي ربنا بيدهل حبال المشاهدين هذا الامر له معنى عظيم عندنا الان ويحتم علينا اتخاذ خطوات يعني واقعيه وحقيقيه ازاء هذا النور كلنا نشتاق ان يرضى الله علينا هل نريد ان نحصل على هذا الرضا بقدرتنا الذاتيه ام وصلنا الى النقطه التي فيها مارسنا الختان روحيا مارسنا الختان روحيا يا رب لقد حكمت على نفسي باني عاجز تماما ولا استطيع ان ابرر نفسي لديك اني الجا الى رحمتك استند على نعمتك